هكذا مستمعي ذات حيث أفهم أنهينا الحلقات العشرة الأولى من برنامجنا الحياة في المتحف. الحلقات الأولى جاتكم من المتحف الوطني للحضارة والفنون الإسلامية برقادة، وشاركنا وكنا جد سعداء بوجود أستاذنا الجميل زهير الشهيبي اللي قدم لنا القطع العشرة، سميناهم نحن توب 10. كما قلنا هو برنامج ليس فقط برنامج ثقافي، صحيح برنامج ثقافي وحكينا على هذه التحف وهذه القطع الأثرية الجميلة، لكن هو عنده بعد تنموي. نرغب ونتمنى لو هذا المتحف يصبح له بعد تنموي في هذه البلاد. كيف يكون عنده بعد تنموي؟ نعطيكم مثال صغير. لا جوكونت في متحف اللوفر تعتبر من التحف الجميلة الرائعة. ليش هي جوكونت فانت كونت؟ هي صورة عملها بانتر وخدم وراها الأحلام عمل كبير جدا، فأصبحت هذه الصورة مشهورة شهر عالمي، وأصبح المتحف اللوفر يعيش بها، وباريس أصلا تعيش بهذه اللوحة الجميلة. ونحن وكما شفتوا وريناكم في 10 قطع أثرية يمكن أجمل وأجمل 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 من قبل الجوكوند بألف مرة في بعدها الثقافي وبعدها الجمالي. ولكن قاعدين هذه التحف وهذه القطع ستاتيك، إنها جامدين في المتحف. صحيح هو المتحف مش يوري هذه القطع، ولكن دور المتحف ودور البلاد ودورنا نحن أن ندخلوا هذه القطع في تنمية البلاد. كما شفتوا الجرة اللي وريناها لكم في الحلقات الفارطة، جرة الخوف، هيش المشكل كنا نعمل منها هجات الجرة دي بروتوتيب ويتباعوا في البلاد. شفتوا مشكات المعز بن باديس وهذه المشكات الجميلة، وقلنا علاش ليه معلش ما نعملوش مشكات بالكثير، مشكات في كل جوامعنا فيها مشكات. في مصر عندهم قنديل رمضان ويبيعوا في القناديل وعاملين منها في حياتهم التنموية، وعاملين هيش مش المشكلة. عندنا مشكات رمضان نحن في القيروان، مشكات المولد النبوي الشريف تكون مشكات ونكتب عليها محمد صلى الله عليه وسلم وتتباع في البلاد وتعمل فمعناها حركة ديناميكية. جهاو حتى في هذه في هذا الشكل اللي وراي تشوفوا فيه واللي ما تشوفوه بعد في الباش فيسبوك، هذا بروتوتيب بتاع المحراب بتاع جامع عقبة. محراب جامع عقبة في زمن ما فما واحد في زمن قديم ناس كانت ذكية أبرامون كانوا أذكى منا، هاو عاملين بروتوتيب للمحراب وعاملينه ومصورينه وينجموا ويمكن راهو نحن نعمل منه دي بروتوتيب صغار ويتباعوا ويجيوا الزوار لهذه البلاد وياخذوا برشا أشياء جميلة من هذه وهي تذكار لهذه البلاد. هذا نحن أنا حكينا مع سي زهير الشهيبي لاحظت أنه ياسر ماشي مع هذه الأفكار، ويقول أنا في القرآن عنا إن شاء الله عنا أفكار كما هكا ومش يفتتح المتحف على مجتمعه وعلى محيطه، وهذا جميل كي نسمو أشياء من محافظ هذا المتحف. لاحظنا حاجتين باهين في هذا المتحف ولاحظنا برشا أشياء جميلة. ببين حاجتين الباهين لاحظنا هذا محبة هذا المتحف العاملين فيه قداش يحبوا المتحف هذا. شفنا كيفاش فرحانين بينا وشوف هذه وشوف هذه وشوف هذه، ولاحظنا أن السي زهير كيفاش متعلق بكل هذه القطع الأثرية الموجودة في هذا المتحف كأنها واحدة من صغار، وهذا كان جميل جدا والإحساس هذا جانا. وانتم نتصور أنكم انتم مستمعي ذات حيوان جاكم هذا الإحساس محبة هذا الشخص وكل العاملين بهذا المتحف لكل ما موجود في هذا المتحف. لاحظنا الحاجة الثانية اللي عجبتنا برشا وهو البون انترتيان، نظافة المتحف جد نظيف مهيئ، معناها تحس فما ناس قاعدة تخدم وقاعدة تتبع في هذا المتحف بكل جدية. الحاجة اللي قاعدة تحبتني شوية أنه هذا المتحف الإسلامي كل الأبعاد اللي لقيناها لقيتها فيه، أبعاد جمالية وأبعاد كل، لكن ما لقيتش البعد العلمي لهذه المدينة في هذا المتحف. البعد العلمي نقصد في قروان في يوم من الأيام كانت مدرسة تسمى مدرسة طبية القيروان، مدرسة كبيرة فيها أعلام كبار فيها مخطوطات كبار مخطوطات، لكن ما لقيتش مثلا كوا يحكي على هذه الحقبة ولا هذه المرحلة من مراحل القيروان، وما لقينا حتى أثار لا كتب الأطباء هذوكا ولا حتى الماتريال اللي كان يخدموا به ولا حتى شيء. فنتصور أنه يمكن موجودين في متاحف أخرى، نتصور ذلك علاش أنا مشيت لهم السي زهير من بعد أنا مش ننتقلوا أنا وياه، يمكن نمشيوا لمتحف مونستير متحف يمكن نلقاو شي بعض هذه الآثار، أو ربما موجودة في أماكن مخزنة هنا في القيروان وإن شاء الله يجي نهار ونراوهم ونسمعوهم ونشوفوهم. في النهاية نقول لكم بارك الله فيكم على حسن الانتباه.
كان هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق برهومي وسي زهير الشابي، ومن إخراج محمد سيف الدين بولحرس. فإلى لقاء قريب في متحف جديد، وإلى اللقاء.